هدد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء بإطلاق هجوم عسكري وشيك في إدلب شمال غرب سوريا، فيما حذر الكريملين من أن تنفيذ ذلك سيكون أسوأ السيناريوهات. يبدو بأن فشل المفاوضات التركية الروسية الأخيرة في موسكو حول إدلب شمال غرب سوريا سيترجم في الميدان، فمرة جديدة يطالب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة النظام السوري بالانسحاب من بعض المواقع في إدلب بحلول نهاية الشهر الحالي قائلا: هذا آخر تحذيراتنا. رجب طيب أردوغان أضاف أن المحادثات مع روسيا بخصوص إدلب كانت بعيدة جدا عن تلبية مطالب بلاده، وحذر من أن شن عملية عسكرية هناك مسألة وقت. وفي رده على تهديدات أردوغان، أوضح الكرملين أن تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد قوات النظام السوري في إدلب سيكون أسوأ سيناريو. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في تصريحات للصحفيين أن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية، لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر. تهديدات أردوغان تأتي في وقت يقول فيه محللون أن هناك حالة من الاستسلام والتسليم الدولي بالأمر الواقع في إدلب والأرياف المحيطة بها، وذلك يعود لأسباب مختلفة، لعل من بينها أنه ينظر إلى الصراع الدائر في المنطقة على أنه حرب نفوذ جارية بالوكالة بين روسيا وتركيا. ووفقا لمحللين تعمل تركيا على تخفيف حدة التوتر بينها وبين روسيا بشأن إدلب، خاصة مع عدم وضوح مؤشرات على احتمال تلقيها دعما أمريكيا قويا إذا اختارت التصعيد والمواجهة. وتوحي المهلة التي أعطاها النظام التركي لقوات النظام للانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في ريف إدلب حتى نهاية الشهر الجاري بأن أنقرة تبحث عن تسوية سياسية. وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده إدلب مع استمرار العمليات العسكرية لقوات النظام مدعومة بحلفائها، وتواصل إرسال النظام التركي التعزيزات العسكرية بشكل غير مسبوق. من بيروت ينضم إلينا الدكتور طارق عبود الباحث في الشؤون الدولية. دكتور طارق، أهلا وسهلا بك على شاشة اليوم. بناظرك، هل يعني أردوغان بتهديده لدمشق الجدية الكاملة؟ يعني لا أعتقد بأن الرئيس التركي يستطيع أن يهدد دمشق أو الدولة السورية. بالقوانين الدولية هو ممنوع أن يتدخل في الشأن السوري. ما يحصل في سوريا هو شأن سوري داخلي بحت. الأتراك حشروا أنفسهم في الملف السوري كما بقية الدول التي تدخلت من دون رغبة الدولة السورية، يعني الأمريكيون وغيرهم. الموضوع أنا أعتقد بأنه تخطى ما كان يريده الأتراك أو يحلمون به في الموضوع السوري. لذلك هذه التهديدات هي تهديدات لن يكون لها يعني محل في الأرض السورية، وأن تراجع الجيش السوري إلى ما قبل المرحلة الأخيرة التي سيطر عليها في محافظة حلب وفي الأرياف هو شيء غير يعني ممكن، وقد يصل إلى حدود الخيال. لذلك هذه التهديدات أنا أعتقد بأن يعني بأنها ستكون جوفاء ولن يستطيع الرئيس التركي تحقيقها أو يعني تنفيذها على الأرض لوجود عدد كبير من الأسباب، والعائق الروسي هو أحد هذه الأسباب الكبيرة التي ستعيق تنفيذ هذه التهديدات إذا ما يعني كانت لها أرضية للتحقق. ولكن نحن أمام حشود عسكرية تركية غير معتادة، هذه ثالث مرة يهدد فيها أردوغان. الرجل يتحدث عن أن العمل العسكري مسألة وقت فقط، وتعلم دكتور طارق فشلت المحادثات الروسية التركية حول أدلب الأخيرة طبعا في موسكو. يعني أي عملية عسكرية حقيقة يراد لها أن تكون لها نهاية. ما هي نهاية العمل التركي إذا أراد الرئيس أردوغان أن يشن عملية عسكرية على الوجود السوري في إدلب أو في المناطق المحررة حديثا؟ هو يفتح حرب على الدولة السورية، والدولة السورية ليست معزولة عن محيطها، لها حلفاء أيضا
والروس موجودون والإيرانيون موجودون وكل من ساعد الدولة السورية في السنوات الماضية التي شهدتها سوريا في الحرب عليها. لذلك أنا أعتقد بأن يعني ما يحصل هو تكبير حجم التهديد والتلويح بورقة عسكرية لن تستطيع أن يعني تركيا أن تخوض حربا بهذا المستوى على الأرض السورية. طيب بالنسبة هناك أن هناك خصوم أيضا للدولة التركية في سوريا، وأعتقد بأن المكون الكردي هو أحد الخصوم الكبار لتركيا في سوريا. طيب على الجانب الآخر، هل يمكن بأي شكل من الأشكال للنظام السوري التراجع خلف نقاط المراقبة التابعة للاحتلال التركي؟ يعني باعتقادي أنه قد يوجد حل يعني يشترحه الروس أو الإيرانيون في هذا الموضوع. نقاط المراقبة التركية اليوم لم تعد يعني لها هذه الفعالية. وهناك مؤشر أيضا كان البارحة وهو إعادة تسيير الدوريات التركية الروسية في سوريا، وهذا مؤشر إيجابي بأن الموضوع التركي الروسي لم يصل إلى أبواب مقفلة أو إلى يعني جدران مقفلة. هناك أعتقد بأن الموضوع قد يصل إلى أماكن وسطى في الحلول بين الأتراك وبين الروس والسوريين. يعني من خلال ما شاهدناه من دوريات روسية تركية مشتركة استؤنفت مؤخرا، يمكن الحديث الآن عن مسار السياسي ولو كان محدود ما بين النظامين السوري والتركي؟ نحن لم نصل إلى قطيعة بين الأتراك وبين الروس، هناك خلافات. أنا أتكلم عن دمشق وأنقرة دكتور طارق. عن دمشق وأنقرة أعتقد بأن الروس هم يعني الوسيط بين الأتراك وبين السوريين، لأن حربا تقع بين دولتين كبيرتين كتركيا وسوريا هذا يعني يؤدي أيضا إلى فتح مسارات عسكرية وتدميرية ستؤدي أيضا إلى كوارث إنسانية وعسكرية على المستوى الإنساني والعسكري والديموغرافي حتى في سوريا وفي تركيا. الذهاب إلى الحرب بين دولتين ليس بهذه الخفة. ما حصل في إدلب كان يقول السوريون أن الأتراك هم من تراجعوا عن موضوع سوتشي وأستانا، ولم يجعلوا هذه المنطقة يعني منزوعة السلاح، ولم يحارب الإرهابيين أو يبعد الإرهابيين عن هذه المناطق. طيب بناظرك عندما يقول الكريملين بأن تنفيذ النظام التركي عمل عسكري في إدلب سيكون أسوأ السيناريوهات فقط بالنسبة للنظام السوري أم للنظام السوري وموسكو أيضا؟ يعني الموضوع الهجوم العسكري هو سيء لكل الأطراف. هناك حرب تخاض على الأرض السورية، الدولة السورية تريد استعادة الأراضي التي احتلها الإرهابيون، هناك يعني جدية وإصرار سوري روسي على استعادة كامل الجغرافيا السورية المحتلة من الإرهابيين ومن الجماعات المسلحة ومن غيرهم. هناك يعني الواضح الهدف هو استعادة كل الأراضي السورية. على هامش هذا الموضوع هناك يعني خسائر ستقع في كل الأطراف. يعني في الحقيقة أنا سألتك دكتور طارق كي نفهم أكثر طبيعة التنسيق الممكن ما بين دمشق وموسكو في حال نفذ أردوغان تهديداته، لأنه يبقى التهديد التركي سيناريو مطروح. يعني أنا قلت في مكان ما أن يعني تنفيذ أردوغان لتهديداته هو يفتح حرب، وفتح الحرب بهذا الظرف الحساس ليس نزهة وليس يعني نزوة يقودها رجب طيب أردوغان. الموضوع خطير جدا، وهو موضوع بين حرب بين دولتين ولكلا الدولتين حلفاء. يعني تركيا تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي وهي لم تخرج منه بعد، حتى لو كان هناك تباينات واختلافات في الرؤية السياسية وحتى العسكرية. وأيضا سوريا لها حلفاء كإيران وروسيا وعدد من الحلفاء. إذن نحن نصل إلى مكان حرب إقليمية،
وهذه الحرب ليست وقتها الآن. الأتراك لديهم مشاكلهم، وسوريا أيضا لديها مشاكلها ولديها أهدافها في استعادة الأراضي السورية. طيب. وروسيا أيضا هي غير حاضرة لكي كمان تخوض حربا إلى جانب حتى الدولة السورية، لكي تتدخل أيضا حلف شمال الأطلسي، ستتسع بقعة الزيت هذه حتى تحدث يعني دمارا كبيرا في المنطقة. وهذا سيناريو مستبعد إذن وفقا لما تفضل دكتور طارق، ولكن دعنا نفهم أكثر الشروط التي يسعى إليها كل من الجانبين الروسي والتركي لفرضها في إدلب، وأهم النقاط الخلافية حتى الآن. يعني الروس أنا أعتقد بأنهم منحوا فرصة ومدة زمنية للأتراك لكي ينفذوا ما اتفق عليه في سوتشي وفي أستانا، ولكن الأتراك أيضا كانوا يعني يريدون كسب الوقت ل يعني جلب الأوراق أو جمع الأوراق السياسية التي يحصلونها في وجود الإرهابيين وجبهة النصرة والجماعات التي يعني مدعومة من تركيا. لذلك هنا الخلاف الروسي التركي. أيضا هناك خلاف روسي تركي في ليبيا، تظهر هذا الخلاف في الأراضي السورية. هذا موضوع واضح أن الروس والأتراك ليسوا على قلب رجل واحد في الموضوع الليبي. هناك مناوشات وأخذ ورد وحتى معارك عسكرية بين حفتر وبين يعني السراج، وكلا الطرفان يدعمهما أيضا طرفان مختلفان يعني روسيا وتركيا. لذلك هذا الموضوع تظهر في الأرض السورية. ولكن أنا أعتقد بأن ما حصل على مدى السنوات الماضية ولا سيما بعد تحرير مدينة حلب بالذات أرسى لقواعد تحالفية جديدة بين الروس وبين الأتراك. لن يستطيع الطرفان التراجع إلى ما قبل تحرير حلب في 1/1 أعتقد في 2016، لأن يعني إعادة التمركز التركية ومحاولة الانقلاب التي حصلت في تركيا والتي اتهم فيها رجب طيب أردوغان الأمريكيين لم يستطيع العودة إلى الحضن الأمريكي أو الحضن الأطلسي والتخلي عن الحليف الروسي لتباين في وجهات النظر على الأراضي السورية وحتى الليبية. طيب الآن يعني كثير من المتابعين للمشهد في إدلب يرون بأن كل ما يحدث من خلافات تركية روسية هي خلافات ظاهرية، وهناك محادثات تجري خلف الأبواب المغلقة خلف الكواليس، ما رأيك بهذا الطرح؟ أنا قلت بأن العلاقات التركية الروسية لن تنقطع بهذه السهولة. هذه علاقات دول، والدول لا تبني علاقاتها على مزاج أي شخص أو أي مجموعة أو على أحداث يعني قد تكون زمنية وليست استراتيجية. لذلك قد تكون هذه المحادثات في الأماكن المغلقة، وهذا شيء طبيعي بين دولتين ليستا عدوتين وليستا خصمتين. أيضا المحادثات تتم بين دول عدوة، فكيف بدول هي لا تصنف نفسها على أنها عدوة للآخر؟ أعتقد بأن التفاهمات سترسي في نهاية المطاف إلى اتفاق ما لا يخسر فيه الأتراك كل أوراقهم، وأيضا الروس سيحضرون والدولة السورية في الأماكن التي أو الجغرافية التي استعادها الجيش السوري في المرحلة الأخيرة. طيب فيما يخص الاتفاقات الجديدة التي ستكون مرضية لكل الأطراف، الصراع اليوم في إدلب ومحيطها، البعض يتحدث عن ازدواجية ممكنة ما بين اتفاق أضنا وسوتشي. على كل هذه الخلافات أعتقد بأن هناك موضوع أساسي ورئيس ومحدد عند الدولة السورية وعند الروس والإيرانيين وكل حلفاء سوريا. الموضوع هو استعادة كامل الجغرافيا السورية إلى حضن الدولة السورية. هذه التباينات وحتى الاختلاف في التفسير قد يفضي في أماكن ما إلى تأخير هذا الموضوع وإلى اكتساب طرف ما أوراق على حساب الطرف الآخر، ولكن جوهر الموضوع هو أن الدولة السورية تريد استعادة كامل الجغرافيا السورية، وأصبح الموضوع السوري حقيقة في الموضوع الدولي والمجتمع الدولي وحتى في مجلس الأمن والدول الغربية التي ساعدت
يعني الإرهابيين هو أصبح موضوعا متأخرا في سلم الأولويات في المجتمع الدولي. في نهاية الوقت المخصص، شكرا لك من بيروت الدكتور طارق عبود الباحث في الشؤون الدولية. فاصل ونواصل، تفضلوا بالبقاء معنا.